السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا الطريقة دي اللي درت البلاط ديال الطاقة الشمسية غريبة جدا، ولكن انا كما بغيت نقول لكم على هذا الفيديو هذا، الناس اللي عندهم طاقة شمسية عوض ما تبقى تشانتي ودير سلوكة انا خديت هذه الفكرة هذه، لقيت هذه ديال الكاميرات وحيت لها لي كومبوزون هذو كما كتشوفوا، هذه لي كومبوزون كاع حيتهم لي ريزيستونس مع السيراميك كوندون سيراميك كما كتشوفوا، هاد البلاطه حتى هما باش ما يضيعوش الطاقه وحركوا كيجروا الضوء حتى هما. والطريقه هذه على زرتها هنا فيما كان شي خلل في شي بوله ولا تحرقات، وزعما طريقه مزيانه وتنصح بها الناس ديال الطاقه الشمسيه دايرين البلاط هذه، غير البلاط ماشي ديرها لونديرور ولا لا، غير البلاط غير البلاط كما كتشوفوا هنا، كل بوله غادي تشعل بوحده. ها انت كما كتشوفوا طريقه مزيانه، انا درت لكم بشارجور هكا 12 فولت باقي ما ركبتهاش دابا مع الطاقه، كما كتشوفوا غادي تجر ليها من الباتري ولا تجر ليها من المونطيب. انا جريت ليها من الباتري صراحه، من الباتري كان عندي واحد الاشكاليه على جبت لكم الفيديو صراحه. كما كتشوفوا هاد لي كومبوزون كانوا يديروا واحد المشكله في البولات، هما كانوا كيرقصوا ليا الضو ودايرين ليا كودر سيركوي، هادو هاد لي كومبوزون داروا للضو داروا حيك. دابا هادي نتسنى نوري لكم وحده بحالها باش تفهموا مزيان. كما كتشوفوا هاد النوع هذا راه قديم، دابا هاد ليمونطاسيون اللي كتكون لداخل هنا كيديروا هاد لي كومبوزون هما كما كتشوفوهم، ها هما هي البولا لي ريزيستونس، وكيديروا هاد لي كوندون سيراميك كيديروهم حفاظا على الكاميرا باش ما تحرقش. صافي تفاهمنا، كاميرا و تا سميتو تا باش الا كان شي مشكل في هاد في الترونسفور اللي كيكونفيرتي من 220 فولت ل 12 فولت باش ما تتحرق هي وتيبقاو لي كومبوزون مزيان الكاميرا كتفلت. صافي تفهمنا. اذا كما كتشوفون الطريقه هذيك راه كما كتشوفون حيت كاع لي كومبوزون ديال الالكترونيك، هاد كاع البياز الالكترونيك حيتو باش انني باش بلا ما نبقى نشانتي في السلوكه. ولا شانت راكم عارفين لا شانت، شانت هي كتهز الزائد كاع الخيوط ديال الزائد في الزائد وكاع النقيص في النقيص، هي هنا على التوازي. انا درت دابا هاد البولات على التوازي، يعني كل بوله فيها الا مشينا لهنا غنوريكم باش تفهموا مزيان، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. انا الطريقه هذه غير بغيت نوريها لكم، قلت ما عليها ما تعرف شي واحد من الناس يبغي يدير طاقه ولا كما كتشوفوا كلها فيزيبل دابا بالبوله. ها انت شفت، تسنى ندير لكم هنا باش تفهموا مزيان، تسنى انا غادي نشعل. كما كتشوفوا هاد البلاصه دابا فيها 12 فولت غير هذا فيه 15، غتنجرب به المهم معليش. انتم كما كتشوفوا هي 15 جهه هنا، وتا من ناحيه القليب ما غاديش تقلب، كتشوف الناقص والزائد كيبانوا لك انت كل بلاصه الا عندها المسائل ديالها في الفيزيبل، الا تحرق الفيزيبل راه ما تيدوش. بحال هاد البلاصه هادي ما فيهاش لي فيزيبل، هذا فيه الفيزيبل، اي بلاصه فيها فيزيبل ولا كيدوز، يعني طريقه مزيانه وجد مهمه. يعني الا كان شي خلل ولا شي حاجه ولا حيت تبقى بعض المرات بنادم تيبغي يشعل البوله كيبرك على النقاصه تيبغي يشعلها وتيشعلها جوج المرات، كتزلق ليه ولا كتسمع ديك طرقطق وكتحرق البوله. اذا عوض ما تحرق البوله غيمشي لك فيزيبل، تبدلو فيزيبل. وسيرتو هاد البولات ديال الطاقه الشمسيه راه غاليات كما قلت، هاد البولات راه غاليين، وبنادم يحاول ما يمكن انه يتفادى المشكل ديال الاحتراق. وهي اصلا هاد البولات صراحه تيصبروا ديال الطاقه الشمسيه كيصبروا بزاف، ومن ناحيه الاقتصاد راه هما كيقتصدوا اقتصاديات وفيهم تضو. ولهذا انا طرحت لكم هاد الفكره هذه جد مهمة، البلاكة ديال الكارت ديال لاكارت مير ديال الكاميرا ديال لاليمونطاسيون ديال الكاميرا، تهزها وتحيد منها لي كومبوزون كاع ما تخلي حتى حاجة. علاش؟ لأن كيديروا لي كود سيركوي وتيديروا المشاكل البولات، شي تيشعل بزاف شي تيعل، المهم تيكون واحد الاختلال واحد الخلل في البولات. ولهذا أنا كنصحكم بهذه الطريقة هذه، أنا جربتها ونفعت مزيان وباقي غادي نعاود نجربها. حيت دابا كان عندي مشكل فيها.